كل التعليم بتاعنا عباره عن ماتريكس. انت لو عايز تعبر مثلا لو عايز تعبر حتى عن كلمه واحد انت بالنسبه لك ده ماتريكس بس واحد. عايز تعبر عن فيكتور ده كده ماتريكس هي كولوم واحد كذا رو او رو واحد كذا. تعال نشوف مثلا انا عندي ماتريكس بالنقطه اعتبر المثال ازاي؟ اول حاجه انا مخلي مثلا الاكس ده نقول الاكس بتساوي دور القوسين بتاع المثال ايه القوسين بتاع المثال؟ زي قوسين الاخرين وتقول 3 5 7 دور الكلهم كده هيتحط في واحد. عايز تنزل للرو اللي بعده تعمل ايه؟ سيمي كولوم كده انت نزلت رو 1 2 6 سيمي كولوم كمان 5 3 4 يبقى انت مع كل رو عايز تضرب بيه بتعمل سيمي كولوم. الارقام الثانيه بتفصل بينها بايه؟ يا اما سبيس يا اما كوما زي ما انت عايز. سبيس اصغر ولا اصغر؟ هو القوس المربع ولا القوس ال قوس المربع اكيد مش اللي هو الثاني؟ اللي هو الثاني اللي هو القوس العادي. اه لا ستة يعني هيحسب ده هو ستة ولا انت
حتى لو هو بيتعمل ان هو ماتريكس كده بيجمع ماتريكسز اكس واي كده ضرب اثنين ماتريكسز فاكرين الضرب بتاع ماتريكسز بتاع ازاي؟ الضرب ام فاهم الضرب فوق الرو الاولاني الكورب الاولاني بتقطع دي لوحدها بتعمل كل الكلام ده. طب افرض انت عايز تضرب ام فاهم في حاجه ثانيه اسمها ايمن بايس اوبريشن يعني بدل ما اضرب الماتريكس كلها في ماتريكس ثانيه انا عايز اضرب ام من الماتريكس دي في ام من الماتريكس ثانيه. الثلاثه دي تضرب مثلا في السبعه كل اللي انت محتاج تغيره في السطر ده ان انت تقول اكس نقطه ضرب واي. النقطه دي معناها ايه؟ ام بايس اوبريشن يعني الاوبريتور اللي هنا سواء ضرب او اسم او باور هينفذ على ايه؟ ام بام. طب الشرط ايه؟ ازاي اقدر ماتريكس ام في ام في نفس المقاس نفس الصوره. عايزين ناخد مثال بسيط كده على الرسم. ده انا مثلا عايز ارسم ساين الاكس ده بيمثل بالنسبه لي ايه؟ الطيب ودي مثلا الفاليو وورد. اول حاجه بنعملها انا عايز ثلاثه اقول ان الوال بتساوي طيب 2 ار في اف. تعالى مثلا نفرض ان احنا عايزين ساين الفريكونس بتاعتها 1 يبقى 2 باي 1 في تي مش هي هتبقى 2 باي اف الاف خليناها 1. التي بقى عامله ازاي؟ انا عايز بس الرسمه زي دي انا عايز اجيب نقطه هنا نقطه هنا نقطه هنا نقطه هنا عشان يطلع لي شكل المنظر ده فلازم التي بالنسبه لي يبقى فيكتور. هو التي تساوي مثلا من 0 عايزين نرسم واحدة كاملة مثلا تبقى امشي في ستيبس قد ايه؟ على حسب انت عايز الرسمة عاملة ازاي؟ لو انت مثلا مشيت ستيب صغيرة هتطلع لك حاجة بالمنظر ده. عايز تطلع شارب شوية تطلع باينة قوي تبقى تمشي في ستيب صغيرة مثلا 0.1 وهكذا. يبقى انا كده عملت فيكتور حسبت كل نقطة في الفيكتور دي الساين تباي واحد بقى عندي واي بيمثل الكيرف عايز ارسمهم كل اللي انا محتاجه اهو بالظبط واشوف البار ده عليه ايه؟ عليه تي يبقى اكتب تي والبار ده عليه ايه؟ عليه واي اكتب واي يبقى يطلع لك اسهم من هنا تكتب بار كل الكلام ده انت بتقول اللغه عامله ازاي؟ طب اكتب ازاي؟ اكتب على البرنامج بتاعي ازاي؟ لو فتحت البرنامج بتاعه هتلاقي اول ما تفتح كده حاجه اسمها كوماند ويند اللي هي اكبر شاشه قدامك دي هتكتب عليها اي كوماند من دول هيبقى مش صعب بس انت جبتها. طيب في شويه اوامر كده محتاجين نعرفها. في امر اسمه سيل سي. سيل سي ده بيكلير كوماند ويند لكن مثلا ده قاعد تفتح حاجات كتير وعايز تتصفح تدوس سيل سي. الحاجة التانية اسمها كلير. كلير دي بتمسح الفاريبل مش بتمسح كوماند ويند. طب انت كنت قايل من شوية اكس تساوي ماب 10 فكانت عندك فاريبل اسمه اكس خلاص انت مش عايز تعمل اكس ده ممكن تقول كلير اكس. هتخزن كل الفاريبل بتاعك بس انت خلاص انت مش عايز الفاريبل ده موجود كل ما كل حاجة بتكتبها بتخزن زي ما بتخزنها عندك. افرض انا عايز اعمل برنامج زي ده البرنامج ده مش عارف كم سطر سطر وبعدين انا في السطر في سنتر انا في السطر في سنتر وهكذا عايز اكتبه مره واحده ويتنفذ مره واحده. جو كمان منه ممكن اكتب ايدت او من البار كده افتح حاجه اسمها اعمل يو فبيفتح حاجه اسمها ايه فايل. فانت لو مش عايز تنفذ سطر سطر او مش عايز تكتب سطر وبعدين تنفذه عايز تكتب كميه حاجات وبعدين تنفذه مره واحده تفتح حاجه اسمها ايه فايل. افتحه ازاي؟ يا اما من الويب دوس نيو فايل يا اما تكتب ايه؟ النيو فايل ده هيطلع لك فايل فاضي اكتب فيه كل الاوامر اللي انت عايزها وفي الاخر دوس رن. رن هتعمل ايه؟ هيبدا ينفذ سطر سطر في البرنامج.
كل ده السطر واحد. ممكن تعمل كوما يعني سيمي كولون وبعد كده تكتب بعد شغال بالنسبه لي مش هسوي ايه دي بتفتح لك المفاضل لو انت مش عايز تدوس نيو وعايز تكتبها من كوماند ازاي. طب ايه اهم كوماند عايزين نتعلمه او اهم كوماند عندنا هو الهيد حلو. وانت شغال كده كل شويه هتلاقي حاجه جديده عايز تعملها. عايز اعمل مثلا فريم مسطور، عايز اعمل مثلا مش عارف الدوت دي بتشتغل ازاي، عايز اغير شكل الرسمه بدل ما هي تطلع عامله كده احط فيها مثلا حاجه معينه، احط فيها اكسس مختلفه، احط سايكل وهكذا. يبقى انت لازم يبقى كل حاجه وانت شغال كده تعرف تجيب لها الهيد بتاعها. كل انت بتختار تكتب هيد واسم الفانكشن. تعال مثلا نجرب هيد بلوك. لو بعت على كمان ويندو هيد بلوك هجيب لك شويه كلام كده اشرح لك كود بتشتغل ايه ازاي وكميه امثله عليها. فدي هتساعدك لو هتستخدمها في الاسايمنت النهارده. حتى عندنا صور كل الحاجات دي. طيب هنعمل ايه؟ هتفتحوا المنيو بتاعته. في شويه كلام بيقول لك جرب دي جرب دي جرب دي. لو انت حاسس ان انت عارف عادي، بس ما حدش عادي، يعني ما حدش يخش على طول على الاسايمنت بتاعي. اقرا الكلام ده عشان الكلام ده هنستخدمه بعدين. هتلاقي منكم اول حاجه هبص عليها ممكن انكم تعملوا اكشن. وفي الاخر في مثال في الاخر بيقول لك ارسم ست ساين نفس الجهاز. ابدا بس من الاول كده وشوف اول ما توصل فانكشن ولا ايه. لا المانيوال هو واحد بتاع السنه الثانيه في نص الرسم. صفحه 65 65 لا الصفحه دي 65 التجربه نفسها دي على هي أو تبقى أو تبقى